فرن فرعون دولد نمدا كسو قاطي ايا كو جيريودي مغالدا بيدبا هاتنا تاسيديسو اي تالا وحو او دشاي باشا ديغل اي مريفل اي قوميه دا ميلان سوماليات وحانو لان هاي الى هاي هاو نحريستو قويسكا قرابادا اي امدي او كتغينا سمري ايمان ان لسو كوبي كرين اي بيحا اي نغسيو تاريخ ديسو يدو دمايستران ورباهي ندوات كالي دونتان وانا كالي سان هدي الهي او كرالي نقضو انت جيريوتي اي مسلمين تاهنا الهي هاو نحريستو ما اركي سي انغانا قداشي سي نما في دنيل تاسي واع تعسيدا ملاك علشينو مغالا دي مقدشو وحاب اللو دي خوب ان ليسو ارور صدو دقمدا دايني لي اي قبل كبنادر وحالو ارورين ايا وحي بابور الاركايي هبينكي وحاد اركيسا افتينك بحايا السمادة قبسانايا قواردي دي لقوينيو الحنكا لطرولكا بابور تلجرايو دقال لإسوكو ديارينايو بدبادا قران هدي الشالي فرماجة مركو جوغي لو بحيي هاتن وحالو ديار قروبيا بدبادا دستور عيدن ليرادو ايا لديساي عيدن كاسي وحامال قلينايا قانع ساتو لونتا لقود دقي الصومالي والبا إسوكو جرتو أهوية لمركو إيكيهين رئيس الوساري هوري الصوماليا حسن علي غيري مدحويني هوري كوميلغاركا شيخ شريف شيخ أحمد ماركي سي إي رك هرتي أبقال وبدن أو يمال قلين يان وحانا أي أمو قنيسا مقالة مقدشو إن دقال لغاها للقل دونو أو ماركي سي حالدو أن عادي أهين حدا حدا أي تاي مدحوينا صوماليا وحول لكل ما يتعفر نمي دهان oo gabar saacada qaba gabadha airport-ka joogta ee nisada u joogta garoonka aadan cabde wuxuu u sheegay in la joojiyo gawaadhidan la goynayo ee ciidamada lagu diyaarinayo degmada Dayniile ee ka dhanka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ee doonaysa dastuurka Soomaaliya inay gabi ahaanba beddesho laakiin Jaafar wuxuu yiri waa kala labo shaqada adiga ku jirtid iyo shaqada ciidamadaasi macnihi waa kala labo لمن جوجينا يو فرطة اهربتت قر حسن شيخ محمودو جوابت لسي حسن شيخ محمود نكاسي مروسادة ايح اللي بانادة بارلمان كاترسان سيدا سي نقطي جعفر سويال كدان ان نقنو مرربادان وحال اسكود دي ان دمو الجديد اي دلان لكن الهي وكبت باديه ساقي حادو لئيو ركفر ربادان او بدبادا قران كاترسان انجرك مدحوينا صوماليا مدان حسن شيخ محمود وحاول لكل ما يسراكيشا عيدا مدى فدرالك الصوماليات انت مركاسي او اركي كارو اي مقالة مقدشو وحو اشاقي مال انت سلاسة اه هبينك اربعة او سوق لايو مقالة مقدشو ان جيدتك اوضان لحيرو وحي كو يريد ان مدح وين ما باندو ايانو كسو رقنا عاصي مدى وحو يري باندو هدي لغو سو رقو فشل با ايمانا ايا شكي غوسي بدانا ايا ديكتاتورية ده هدى نلوغو تساي هاي تهنسان يهاي اي وحد يليسان دقدقاقا جيدتك او تن غعانتا كوديغا محو ايلا يا سيداسي مالينتا اربعة اه ايي قرشين ايان حسن شيخ محمود يا صاحب ديسو ان اي دبها قب اي قع اي كوديفتان دستورك صوماليا اي رهدان صوماليا لغب اللابا مانتا اوود وحا اسكاله مدحوينا او قرى نظام كي برلمنتريغا ولغا قوري وحالو قوري نظامك برسيدنشيال كافك قلاد لو يقانو هدبا مالين تا اربعة دا ايا اقر شايسان هدان وحبا اسكا بدلين مرين تا دستورك حل ديبانا انت ابو هايستا حسن شيخ محمود مدحوينا صوماليا هاتن عن ادين لهاد لينو وحو هايستا شاني افرتن الا اي لحدن حل ديبان ايو هايستا او ماركيسي هدي ماشاسي لايسوكو تاقا يعني او عضاين ايسا او تاقيرسان كوا صو براه بلشادن هدى كجرة oo macnihi jaaba jaaba la soo ururiyay ee qabiil walba leh laakiin xoog daarood ma haysto Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaanada daarood xoogooda way ka maqan yihiin xildhibaanada digil ee Mirifle xoogooda way ka maqan yihiin xildhibaanada Hawiye xoogooda way ka maqan yihiin xildhibaanada ee dirta ah koofurta macnihi mid iyo labo ka haysta xoogooda way ka maqan yihiin waqooyigana wuxuu ka haysta garxaji soo ka haysta habar jacla iyo inta kale way ka maqan yihiin hadaba si uu u meel mariyo marka damul jadiid ama xasan sheekh maxamuud
أود كليه ما أنت معني إسليهن دستور كان وجدون كبرلمانك جدون كاسئين للالوشو وماركيس دبها نوجود في أيدهان رك سودد لسه قليه أو حلمان لقد جاي إن ما شاسي يعني أي بوحيان وحكى الله هاي ماله يمظهرات كاسي أو نفطة لقد جاي هذا كهر أنا وجوه مجال هذا مقدشو مقايد أنا جو فردين إن الله بلانسنا هاي بيبتو مال لجو قيلنا إيه لبا البابلي الباب لقى صوق لا لقى بحاء الله هين با نمن توجع بابور أي صاد عين واجي هو جامي كو حجرا أيه نصهر دكتين مركزا نمن برسنا هاي ومارك يسمع عنه قريسته أيه أي مادة تكنيك دورة مركزا مارك جديا كجرنا نن إساقة أو كل ذا كحارة أيانو مارك يسلف فدنا مركزي ومشك قيلة أنا قف عن لب لنا سنة مركزا وحنكور هالني يدو دب تشحنا لجو أفوفاي وبست إن الدكتي مارك يسقار أي دعوة عمان حبض مارك يسليج معني صلجي ماشي عن فدني دول كله فديي قارنا كراس قارنا بنان مركزا مارك نك إساقها حبضي مركي جوكستي قار ميد أي نقدين قار دعوة أي نقدين ماركيس معنيه قف نول حتى مرهر ودنتي سو يسيري با waxaa lagu yiri haye ma nooshay saaxibka warnaan dhahay markaas wuxuu yiri laamboqor uu soo qabsaday jaadka laamboqor baa la ilaada jirta gadaal laga cuno maanta dhan la dhowro midaas hadaanay ahaan lahayn mar hore nafta iga bixi lahayd uu yiri marka xasan sheekh maxamuud hadii mudaharaadka aanu ahaan lahayn مر هري نفطك بيع لهاي الدم الجديد مرك مظهرات إنه يكون عباران يكون أويان يكون البحان مكروف النظا ويحكوا له هايان ملك مرك هذا المدرب وحلو يجري هل مليون أو دولار بنك سينا يا أبو يجري حسن شيخ محمود كلية دبها لا هذا أيو سينيست بس معني دستور كي وأنصح كلية إنه أي تردد هل مليون أو دولار كاشا هذا بسده وتعليه سوما سعدية سوبودي هذا المدرب هدي هل مليون لسيو أنا يقول هو إن هل مليون لسيا إيد هذي هدانا أن هل مليون أن لسينين أن مكرافنك وكلد الجناحي دبها وكلد الجناحي هدي أنصح وكلفته أنصح ما أنا لي أنا سعدية يدنا ماشاسي أي كسر بوسك عصي أبشر إنه وحنو ملاين يا إنه قربها كسر مقيا سويسرا إمالهن إنه سيمينار أسوأ هذي لكن بس شقينا يسا معني العك تاسي إن لقوم المريو أيام الدنيا وح كل الله هاي ملة هذا المدرب يسعدية بس أي كتير صيحين تلك الله أيام ملة حسن شيخ محمود وحول كل ما يحل دبان نذي مريحانك مريحانك وكل يهاي شن يطمن حل دبان سيل لمدة هبر قدرته أفرح شن يطمن حل دبان بي يدون الله ذا مريحانك وحكيري مد مدو ولا كل ما يح معني كل جود لما كل من wuxuu ku yiri xildhibaan walba oo marixaan ah jago wasiir iga qabso hadda ma taqaan wasaaradda uu ballan qaaday wasaaradda arrimaha amniga oo laga gooyay wasaaradda arrimaha gudaha marka qiyaas khiyaanada xasan sheekh maxamuud dadka ma oga kubada qofka markuu dheelaayo qaladka ma arko laakiin qofka banaanka jooga arkay anagu warkii aan la soconaa sirtii aan la soconaa banaankan ka joognaa ciyaarta marka waan eegayna waa fiirineen xilibanada mareexaankow xasan sheekh maxamuud qof kasto adinka idin kamid ah wuxuu u ballan qaaday wasiir wasiirkana waa wasiirka amniga wadoodi jameeshi laga bedelay oo safiirka qadar loo bedelay laga dhaawacay aan ku weydiiyey 15 nin oo mareexaan ah qof kasto ma laga dhigi karaa wasiirka amniga hal mar ma laga dhigi karaa xasan sidaas uu u sheegay mareexaan sheekada sheekay keenta hadda koor nin baa laba xaas lahaa mid walba waxay ku tiri yaa fiican aniga heblaaya yaa wanaagsan adigu marka ma dhigi kartaa xaasaskaaga heblaaya ka fiican ma dhigi kartaa hadii kale waxa weeye garaafo ordaysa iyo glass gow hawl baa ku qabsanaysa ama biyo kulul wuxuu ku yiri labadiina ka fiican ana u sheegay jeesta qofkii dhabarka aan ka taabto midii dhabarka aan ka taabtaa fiicane horteeda uu orado labadii gabdhood waxa weeye markaysay way sii jeesteen labadaba hal mar oo dhabar ka taabtay ilaa laba gacmood u leeyahay mid walba waxay u carade horteeda mid walba waxay aaminsan tahay inay iyadu macni isla fiican tahay ay ka fiican tahay midda kale laakiin aqliyu adeegsaday marka xasan sheekh maxamuud
sidaas oo kale idin la dhaqmaya xildhibaanada Soomaaliyeed gar ahaan mareexanka hadda wuxuu leeyahay mid walba wasaaradda amniga ayaan wasiirkaaga dhigaya horta taas ogaada inahaasi markay joogto waxaan doonayaa in aan u noqdo dhanka amniga qaraxyadu waa la soo badiyay magaalada Muqdisho way ka go'an tahay marka la Sheikh Sharif iyo Farmaajo in ay dilaan oo ay weeraraan la dilay ayaa dhinta laakiin xildhibaanada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego arbacada wax walba waa suuragal all possible allah macallinka lugeeya ee jaamacadda SMC waxba inooma sheegin hadhihina waxaa suuragal ah in hoobiye la isku soo weeraro xarunta baarlamaanka waxaa suuragal ah baarlamaanka gudihiisa qarax inuu ka dhaco waxaa suuragal ah in markayse macnay baabuur qaraxya ah wadooyinka lagu qarxiyo way dhici karta all possible wax walba waa suuragal dhanka amniga ah